مساء الخير والبركة مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة النهاردة ومفتاح جديد من مفاتيح الكتاب. طبعا في البداية اسمحوا لي أرحب بضيفنا الدكتور جوزيف سعد، أستاذ علم اللاهوت الكرازي بالكلية الإلكتريكية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أهلا بك يا دكتور، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك، ده نورك ونور كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا دكتور. مشاهدينا طبعا ما زلنا معاكم بنكمل كلامنا اللي حضراتكم طلبتوا ان احنا نكمله، وبنتكلم بالتحديد عن موضوع الافكار اللي حاولت تفسر نشأة الكون والتطور، وعن الافكار الإلحادية اللي بيحاول العلماء يزرعوها في عقول البعض بحجة انها اكتشافات علمية تم اثبات صحتها وان كل العلماء بيؤمنوا بيها الايام دي. طبعا ده في الحقيقة مش مظبوط، لان في حاجات كتيره جدا جدا لم يتم اثبات صحتها، وكمان بعض العلماء مش كلهم الكلام اللي العلماء بيقولوه. والنهارده هنكمل كلامنا اللي بدانا الحلقه اللي فاتت علشان نعرف التاريخ التطور ده بدا ازاي، وكيف بدات نظريه التطور دي. والكلام ده بدانا الحلقه اللي فاتت، هنكمله النهارده مع دكتور جوزيف. دكتور جوزيف، ممكن بقى نكمل كلامنا عن تاريخ التطور وكيف نشأت هذه النظرية اللي مدوخانة؟ بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا وجبنا الأساس من أيام أنكسيماندر وأمفيلوكليس والحضارة اليونانية القديمة، وبعدين أرسطو وفرجيل وتشارلز تيمبلتون وألان سانداج وديفيد هيوم. قلنا كل الكلام اللي قالوه الناس. وقفنا عند كلمة كان قالها كاتب في مقالة حول الوقت، وقال كده: إذا كان هناك شيء لا يمكن تصوره، هو إن شيء ما يمكن أن ينشأ من لا شيء، إن حاجة تيجي كده بدون سبب، لازم لكل شيء سبب. يقولوا إذا عرف السبب بطل العجب. يعني دي النقطة اللي وقفنا عندها المرة اللي فاتت. عشان كده بعض الملحدين أو الناس اللي بيؤمنوا بعدم وجود إله يعني حاولوا يبحثوا عن إجابات عن أصل الوجود، وكيف جاء الوجود، وكيف نشأت الحياة على الأرض، وكيف وكيف وكيف. وعشان بدأوا من يعني مش هحكم دلوقتي على انها نقطة ايه، لكن نستعرض بعض الافكار اللي قالوها. زي مثلا في واحد اسمه ماركيز لابالاس اللي هو الفلكي الفرنسي، وبيسموه كده رأس الإلحاد الحديث. رأس الإلحاد الحديث هو اللي بدأ وغارس بذرته، هو اول واحد اتكلم في الامور ان احنا نحكي عنها النهارده. ده كان الراجل ده موجود من سنه 1749 لسنه 1827. اثبت او اكتشف يعني ان الانحرافات اللي ما قدرش نيوتن يثبت صحتها في القوانين الطبيعيه، اللي ما قدرش يفسرها بالقوانين الطبيعيه، وقال عنها انها انحرافات تراكميه بتتراكم على بعضها. هو اثبت وقال لا، دي مش تراكمات او شيء، بل ان لما بيجي شيء بيلغي الشيء اللي قبله، لما يحصل شيء بيلغي الشيء اللي قبله. فقال عشان كده الموضوع مش محتاج تدخل الهي، طالما بيجي شيء بيلغي اللي كان قبليه ولما سالوا نابليون بونابرت، عندما سألوا عن دور الإله في النظام الكوني، قال له بالنص كده، أنا هقرأ الكلمة بالنص اللي قالها. تفضل. أنا لا أرى حاجة للقول بافتراض وجود إله. هو قال كده. أنا لا أرى حاجة للقول بافتراض وجود إله. هو شايف إن مفيش إله، وإن كل مفيش حاجة إن إحنا نقول فيه، يعني مش عايزين بصور يعني. نوع من التطور الطبيعي. بس مش التطور الطبيعي الحاجة السهلة. لا، التطور الطبيعي في الكون. جه بعد منه في واحد اسمه تشارلز لايال. تشارلز لايال ده اللي هو أول جيولوجي في العالم. ده كان موجود من سنة 1797 لسنة 1875. هو اتولد في اسكتلندا، لكن بريطاني الجنسية يعني، وكان يعمل محامياً. ملوش علاقة بالجيولوجيا خالص. هو ده السؤال بقى. واحد بيشتغل محامي ينفع يشتغل دكتور؟ لا طبعا.
طب ازاي محامي؟ الدراسة مختلفة تماما، يعني زي ما بيقولوا شرق وغرب، يعني الفرق فرق كبير السما جدا والعامة جدا زي ما بين واحد بيقولوا. محامي بيدرس القوانين الوضعية وبيدافع عن متهمين وبيروح محاكم وكده، وواحد بيفحص في الأرض ويشوف القشرة الأرضية نعم ويشوف باطن الأرض ويعمل، ورغم عن كده هو أول عالم جيولوجي، هو أول عالم جيولوجي، وهو اللي كتب كتاب مبادئ الجيولوجيا، وهو أول واحد استخدم كلمة evolution، أول واحد قبل داروين وقبل والاس وقبل كل الناس دي، هو أول واحد استخدم كلمة أو مصطلح evolution اللي هو التطور، وده في كتابه المجلد الثاني من مبادئ الجيولوجيا صفحة 11 اللي تم طباعته سنة 1832. احنا بنقول بالصفحة بكل حاجة عشان ما يبقاش فيه اي حد محتاج يرجع للمعلومات دي يتأكد من صحتها يتفضل، ما يتفضل. فيش اي خلاف. شارلز لايال ده كان مصدر إلهام لتلميذه داروين بعد قراءته لهذا الكتاب اللي هو العصور الجيولوجية مبادئ الجيولوجيا، وابتدى بقى يقول ده أعمار طويلة جدا جدا وسنين طويلة مرت على الأرض، زي ما حكينا قبل كده ساعة ما اتكلمنا عن الانفجار العظيم وقلنا انه من 12 و700 مليون 12 مليار و700 مليون سنه حصل انفجار تكونت الاشياء وكده، وبعدين بعدها بمراحل ملايين بل مليارات السنين، وبيقولوا ان عمر الارض دلوقتي تقريبا 4.5 مليار، دي هنتكلم عنها بعد شويه. نعم. فما بين 12 ل 4.5 مليار يعني في حوالي فرق، يعني لو تغاضينا عن الارقام الصغيره اللي هي 700 مليون و500 مليون، يبقى في فرق تقريبا حوالي 8 مليار سنة ما بين الانفجار وما بين ظهور الأرض وبعدين بعد كده ظهور حياة على الأرض. فكان المعتمد الأول لداروين هو تشارلز ليال، تأثر بيه أيضا بتشارلز ليال راسل، ألفريد راسل والاس وسبنسر وتوماس هيكسلي، اللي كان اول من استخدم مصطلح توماس هيكسلي، اول من استخدم مصطلح اجنوستيك اللي هو لا ادري، لما تساله هل الله موجود يقول لا ادري، هل في قوه اوجدت هذا الوجود لا ادري، يعني الاجابه بتحمل لا عارف موجود ولا مش موجود، شك وحيره. وعلى فكره الكلام ده برضو هنلاقيه بعد كده عند داروين نفس الشيء، لكنه ركز توماس هيكسلي ركز على نسب الإنسان في كتابه مرتبة الإنسان في الطبيعة سنة 1963. جه بعديهم واحد اسمه جان باتيست لامارك، احنا ماشيين كده بالترتيب التاريخي، جان باتيست لامارك من سنة 1744 ل 1829، وده عالم فرنسي. قال ايه الراجل ده؟ قال ان الحيوانات أو الكائنات الحية اللي موجودة في الكون، كل الكائنات سواء نباتات أو حيوانات من كل الممالك، يعني اللي هم بيسموهم الممالك الخمسة، دلوقتي بيقولوا عليهم ستة وعملوا مصطلح جديد اسمه ما فوق المملكة، اللي هو المملكة الحيوانية المملكة النباتية، عملوا مصطلح تاني جديد اسمه ما فوق المملكة وقسموهم لثلاثة، مش هتكلم عن القصة دي دلوقتي. لكن هو قال إيه جان باتيست لامارك؟ قال ان الكائن الحي عشان يتكيف مع الطبيعه اللي حواليه بيحصل له نوع من التطور، فلان مثلا الزرافه بتاكل ورق الشجر وبتعيش على ورق الشجر، فكان من الطبيعي ان رقبتها مع الوقت يحصل لها ايه؟ تطول او تنمو، تطول، فده يعني بيسميه هو التطور الطبيعي للحياه اللي هي عايشه فيها او المكان، التطور بلاش كلمه الطبيعي، التطور اللي هو الجزئي اللي هو بنسميه احنا الجزئي مايكرو ايفوليوشن، اللي هو التطور الملاحظ اللي ممكن يتكتب يتدون يسجل صحته لانه ملاحظ باين واضح قدام الانسان، زي تطور الجنين في بطن امه، وبعدين بعد كده لما بيتولد في الحياه بيتطور بيرتقي. بس انا فقدت الزرافه يعني من زمان قوي ورقبتها طويله، يعني ما دي هنتكلم فيها، ما تولدش فجاه يعني هنتكلم فيها نتكلم فيها. فهو كان اول من اقترح، هو كان عالم احياء ونبات، فهو اول من اقترح نظريه التطور في علم الاحياء،
هو أول من اقترح نظرية التطور في علم في الأحياء, علم الأحياء. جان باتيست لامارك. فتأثر به أيضا مين؟ داروين. يبقى داروين أول واحد تأثر به مين؟ تشارلز لايال. ثم جاء جان باتيست لامارك. ثم جاء بعد كده يعني داروين اتأثر بالاثنين دول, لسه. يعني أفكاره ما كانتش كلها من نفسه. طبيعي يعني العلماء كل واحد بيتأثر باللي كان قبله أستاذه أو معلمه, فأكيد بياخد بعض أفكاره وبيشوف الاكتشافات اللي جت قبل منه وصلت لغاية فين ويبدأ يكمل عليها. عشان كده بنقول إن العلم تراكمي. مش مستحدث, مش بيظهر فجأة, لكن تراكمي. ألفريد, وبعدين كمان العلم بتيجي نظرية بتلغي نظرية. أكيد. وإحنا اتكلمنا عن الموضوع ده مثلا المرة اللي فاتت, خدنا مثال في السيكولوجي, ولو في الهندسة ريمان مثلا لغى النظريات اللي قبله تمام. أينشتاين عمل حاجة نقلة كبيرة جدا في العلم, جه بعد كده ناس تانية كملوا. فدايما العلم, فإحنا ما نستغربش إن ممكن بكرة وبعده تيجي نظرية تانية أعلى من نظرية داروين, تعمل ايه؟ تلغي نظرية داروين خالص. عشان كده احنا بنقول ما نربطش ايماننا بالمتغير. لكن ايماننا هو ايه؟ ثابت بالمطلق. تمام؟ لكن هل كل يوم هنبدأ نغير في ايماننا عشان يتناسب مع العلم؟ ودي هنحكي فيها بعد شوية. نواكب الطبيعة والتطور. هنحكي فيها بعد شوية. اتفضل. جاء ألفريد راسل والاس اللي هو بقى يعني يعتبر الغارس الأول لكلمة الناتشورال سيليكشن اللي هي الانتقاء الطبيعي. الانتقاء الطبيعي. ألفريد راسل ده كان موجود من سنة 1823 ل 1913. هو عالم طبيعة بريطاني مستكشف وعالم جغرافيا وعالم أحياء. طبعا يعني الموضوع هنا بيبقى فيه صعوبة, يعني ده عالم في كل شيء, يعني موضوع كبير. يعني هو اللي طرح فرضية التطور بالانتقاء الطبيعي زي ما قلت, اللي هي الناتشورال سيليكشن. ان احكيها بعد كده ولا اقولها دلوقتي؟ لازمي اجيب حضرتك يا دكتور اذا وقتها دلوقتي مناسب بنتكلم عن. لا خلينا نأجلها. اوكي خلينا نأجلها. اتفضل. بصورة مستقلة عن داروين, هو اللي عمل الموضوع ده قبل ما يتعرف على داروين. خدي بالك من النقطة دي. نعم. واشتهر بيها. فقد اهتم ألفريد بدراسة المجتمعات البشرية, وقال إن العدد السكاني, التعداد السكاني, ما هو عالم جغرافيا وعالم أحياء وعالم, فقال إن التعداد السكاني بيزيد زيادة أكتر من زيادة الغذاء اللي تكفي حاجة السكان. يعني في زيادة سكانية أكتر من الغذاء من المتوفر. المتوفر, لأن الطعام أو كمية الغذاء دي بتتم زيادتها بشكل أبطأ. لكن يعني السكان بيتكسروا لكن بشكل اسرع. السكان بيتكسروا طبعا زمان ما كانش فيه برضو وقتها تنظيم اسره وموانع حمل وحاجات زي كده. ارسل والاس مقالته دي عن التطور وعن تطور السكان والكلام ده هو كله. هنا كان بيتكلم عن التطور, الانسان بينمو بيتكاثر وان الغذاء قليل. بالظبط كده. ما كانش ليه علاقه بموضوع التطور, بس بيتكلم عن التطور بالانتقاء الطبيعي. ان في اللي هو الناتشورال سيليكشن, ما هي دي بقى لما اشرح بعد كده هتتفهم اكتر. فانا عايز اسيبها دلوقتي. اوكي اتفضل. اوكي. فبعد ما عمل النظريه بتاعته, ارسل خطاب لمين؟ لداروين. وارسل المقاله بتاعته فيها النظريه كامله لداروين. راح داروين واخد الكلام اللي قاله راسل وراح حطه في كتاب اصل الانواع. شملوا في كتاب أصل الأنواع, هو نسبه طبعا لراسل, يعني هو ألفريد راسل ما نسبوش لنفسه, بس يعني أقصد أنه هو كان بيعمل عملية إيه؟ جمع كل الأفكار اللي اتقالت في الوقت اللي ده, اللي تؤيد اللي هو اللي بيقوله يتجه ليه. فهو حط إيه زي ما قلنا قبل كده ونقول تاني, أنه بيحط النتيجة قبل ما يوصل لها. تمام. مش كفرضيه, ده بيحطها كنظريه كحقيقه واقعه, وبيدور على ما يثبت هذه الحقيقه الواقعه. وهنلاقي بعد كده برضو مش عايز اسبق الاحداث. جه واحد بقى وقف ضد التيار ده تماما, قال لا, الحياه لا يمكن ان تنشا من ماده ميته. مستحيل. ازاي مواد كيميائيه ميته ليس فيها حياه تخلق حياه, يطلع منها حياه؟ ده واحد اسمه لويس باستور. لويس باستور ده
كان موجود في سنة 1822 لسنة 1895، وعالم كيميائي فرنسي. نعم. وأحد أهم مؤسسي علم الأحياء الدقيقة، اللي هي علم الأحياء المجهرية في الطب، إلى جانب كوهن فرديناند وروبرت كوخ. هو يعني كان يعني من الناس اللي أثروا في المؤسس، يعتبر من مؤسسي علم الأحياء مع الاثنين دول، فرديناند وروبرت كوخ. يعرف بدوره المميز كمان في بحث أسباب الأمراض، هو اللي اكتشف أسباب الأمراض واكتشف سبل الوقاية من الأمراض، لأنه كان طبيب كمان، وهو اتدرب على الطب في عيادة والده، لأن والده كان دكتور برضه. تمام. قال بنظرية تخمر الجراثيم، تخمر الجراثيم لما بتسيبي رغيف خبز أو عيش كده بتسيبيه فترة بيحصل له إيه؟ تعفن، بيبقى فيه طبقة بيضة كده حواليه، بيتعفن. تمام. فبيقول إن عملية التخمر دي هي اللي من خلالها بتنمو الكائنات الحية الدقيقة، يعني الكائنات موجودة لكن لأنه بيحصل له عملية تعفن بتبدأ إيه؟ تظهر. تمام. وإن النمو الناشئ للبكتيريا دي في سوائل المغذيات بالذات لا يعود إلى التولد الذاتي، مش موضوع عملية ولادة تلقائية أو ذاتية، لكن إلى النشوء الحيوي خارج الجسم، برا الجسم، نشوء حيوي برا الجسم. من هنا اكتشف نظريته اللي بتقول إن أصل الحياة ليس التولد النشوء التلقائي، إن الحياة ظهرت فجأة، ولكن قال إن الحياة نشأت نشوء حيوي من مادة حية تخرج حياة، لكن ليس من مادة ميتة تخرج حياة. تخرج حياة. مستحيل. فراحوا عاملين لجنة عشان يحاكموا أفكار أو نظرية لويس باستور. انتصر لويس باستور في هذه اللجنة، واستطاع أن يثبت فعلا أن الحياة لا يمكن أن توجد من موت، حاجة ميتة، ولكن الحياة تخرج من حياة. بعد ما انتصر هذا الانتصار صار عميد لجامعة العلوم في مدينة ليال. يعني أول ما بقى عميد كلية بعد ما ثبت صحة نظريته، جه بقى أشهر واحد بقى معروف لغاية النهاردة اتكلم عن التطور، وهو تشارلز داروين. ده من سنة 1809 لسنة 1882. هو عالم تاريخ طبيعي وجيولوجي بريطاني، تأثر وأعجب زي ما قلنا بجان باتيست لامارك وفرضيته عن التطور من خلال الصفات المكتسبة عن طريق عملية الناتشرال سيليكشن، اللي هي الانتقاء الطبيعي أو الاصطفاء الطبيعي أو الانتخاب الطبيعي، اللي عايز يسميها زي ما أي مسمى بيمشي معاه. شغال. وقال إن وأعجب كمان ب تشارلز ليال وصاحب فرضية العصور الجيولوجية، فقال طالما إن في عصور جيولوجية وإن الحياة ظهرت على مراحل خدت ملايين بل مليارات السنين، يبقى ممكن يكون برضو الكائنات الحية وجدت أرض أيضا عن طريق هذا التطور. اتأثر زي ما قلنا بجان باتيست لامارك في كتابه فلسفة علم الحيوان اللي طبعه سنة 1802، وتأثر بتشارلز ليال عن في فرضية التطور الجيولوجي. وقلنا ليال هو أول واحد استخدم مصطلح الإيفوليوشن. نعم. أوكي. وتأثر كمان بمقالة ألفريد راسل والاس عن التطور بالانتقاء الطبيعي، فحاول تطبيقها والبرهنة عليها وضمها في كتابه أصل الأنواع. فما هي نظرية التطور الماكرو إيفوليوشن؟ نعم. التطور الكبير. وفي فرق كبير بين التطور الكبير. أنا كنت دكتور لسه أسأل حضرتك سؤال برضو، عايزين نعرف الفرق بين التطور المجهري أو الجزئي والتطور الكبير اللي بيتحدثوا عنه الملحدين ده اللي واجعين دماغنا بيه. طب أنا هقوله سريعا عشان اتفضل الوقت. وبعدين نكمل الحلقة. اتفضل. الفرق بين التطور الكبير والتطور المجهري او التطور الجزئي، ان التطور الجزئي المجهري مايكرو ايفوليوشن ظاهره بيولوجيه غير مثيره للجدل، ظاهره
بيولوجية، يعني ظاهرة موجودة نقدر نشوفها، نقدر نلاحظها، نقدر نجربها، نقدر نخضعها للبحث في المعمل لأنها ظاهرة متشافة. تمام؟ موثقة جيدا، تحدث بشكل طبيعي وبتحدث كل يوم، مش بس بتحدث على ملايين السنين أو مليارات السنين. وهي العملية اللي بيتم فيها إعادة ترتيب المعلومات الجينية اللي هي موجودة سابقا، اللي هي معلومات بتاع اللي هي المعلومات الجينية دي اللي هي بتبقى موجودة على الدي ان ايه. مش هقدر اشرح حضراتكم ان محتاجة وقت يعني. بس اللي بتعمل عملية التوريث، وبتعمل من خلال التوريث تغيير في الصفات الأساسية. تمام؟ هي تعتبر زي الجينات كده مثلا، الجينات الوراثية. الجينات الوراثية. تمام؟ من خلال التكاثر الجنسي او الطفرات الجينيه التي تنتج تغيرات صغيره نسبيا بنسميها ميكرو ايفوليوشن داخل النوع نفسه. مش نعم. نوع مش نوع جديد بيطلع، يعني عمر ما الكلب هيتجوز قطه فيخلفوا قط او يخلفوا كلب مقطط. ما ينفعش خالص. لكن بيحصل ايه؟ ان مثلا واحد شعره طويل بيتجوز واحده شعرها قصير، او العكس. هي بتبان اكتر يا دكتور على اللون، الجلد، البشره، لون الجلد والبشره. الشخص اللي هو اسمر الافريقي قوي اكيد لازم يجيب ابنه برده يبقى اسمر، والبيض برده لازم يبقى اولادهم بيض. هنا بقى حسب ترتيب المعلومات الجينيه، عشان نقول ترتيب المعلومات الجينيه لازم نفهم بقى، نخش بقى في الكروموسومات والحاجات دي بتتم ازاي وكده، حاجات علميه اكتر منها. والدي ان ايه ازاي بينقل هذا، وازاي بيشتغل الدي ان ايه، والجين اللي موجود على الدي ان ايه يعني احاول اوريها لحضرتك على السبح. يعني عملها قبل كده توضح اكتر الفكره. الدي ان ايه بيبقى كده. الخليه الواحده فيها الخليه الواحده يعني متشابكه مع بعض. بصي دي هم اتنين اهو. اتنين بس معمولين ايه بشكل لولبي، ملفوفين على بعض، مبروم كده. مبروم اهو كده. ده الدي ان ايه. الدي ان ايه ده بيحمل الجينات الوراثيه. عارفه الخليه الواحده، الخليه اللي ما بنشوفهاش بالعين المجرده، بنشوفها تحت الميكروسكوب. الخليه دي فيها دي ان ايه طوله متر. بس معمول ايه كده 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 جوه، مضغوط في جوه الخليه الصغيره، جوه خليه صغيره. شايف الدقه الالهيه، دقه الخالق والصانع. ازاي الجزء ده جين، ده جين بيحمل مثلا صفة العين. عين عسلية مثلا. وده مثلا الجين ده نسميه مثلا نمبر A او ألف. اوكي. ده جين تاني بيحمل صفة الطول. اكيد اللي دارسين دكتور، اللي دارسين طب هيفهموا الكلام اللي انا بقوله كويس. احنا عشان مش دارسين طب يمكن الموضوع صعب شوية علينا، لكن هي دي الحقيقة. بنحاول نفسر. النظرية دي بتاع الجينات دي سنة بتاع الدي ان ايه دي والعوامل الوراثية دي تقريبا سنة 1953. يعني جديدة، مش قديمة. نعم. والدي ان ايه ده اكتر حاجة، سوري يا دكتور قطع كلام حضرتك، بيقدر يوصلوا بيها اذا كان الولد فعلا ده ابوه ولا لا. يعني دي اكتر حاجة او يعني يمكن أدق وسيلة، أدق وسيلة بيقدروا لليوم يوصلوا بيها ان يعرفوا ان الولد ده فعلا مين ابوه. ولا ويكتشفوا حاجة تانية، ان لو واحد ميت من عائلة ما مثلا ومش عارفين الجثة دي بتاعت مين بالظبط، بتاعت مين. ده اللي حصل دلوقتي، سمعت في شهداء ليبيا. عملوا كده مع اسرهم، اخذوا منهم بياخدوا شعره او بياخدوا خلية او اي حاجة، وبيعملوا حاجة طبعا ويشوفوا نفس الموضوع. فده التطور الجزئي، احنا بنتكلم عن التطور الجزئي. طب يا دكتور سوري هنكتفي بالتطور الجزئي النهارده. طيب وناخد كلمه روحيه كده يا دكتور في دقيقه نختم بيها الحلقه علشان الكلام القوي الصعب ده. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الخطيه وما فعلته بنا. نعم. وقلنا ان الخطيه عملت فينا حاجات كتيره قوي على مراحل، اخذنا حوالي 5 اشياء منها. قلنا ان هي فصلتنا عن الله، صرنا متهمين تحت حكم الموت. حكم علينا بالموت.
نمرة 3 قلنا إن الخطية عملت عداوة بيننا وبين الله. نمرة 4 جعلتنا مديونين للعدل الإلهي. نمرة 5 اتكلمنا كمان عن إن الخطية جعلتنا عبيد مقيدين. هذا ما فعلته الخطية بنا، فماذا فعل وماذا قدم دم المسيح لنا؟ ده السؤال الثاني، عشان ربنا يحررنا من هذه الخطية عمل إيه؟ نمرة 1 إحنا كنا في عداوة، فعمل هو إيه؟ مصالحة، صالح الأرضيين مع السمائيين. أقرأ آية واحدة. تفضل. ممكن كورنثوس الثانية. أكيد. أصحاح 5. كورنثوس الثانية أصحاح 5 آية 18 يقول الكتاب إيه؟ ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وعطانا خدمة المصالحة، أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم، واضعا فينا كلمة المصالحة. الخطية فصلتني عن الله، فجاء المسيح زي ما قال يا أيوب النبي، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، يصالحنا احنا الاثنين مع بعض، يحط ايده هنا وايده هنا ويمسكنا من ايدينا كده ويعمل ايه؟ يرجعنا لبعض، يرجعنا تاني لبعض ويخلينا نرجع في عملية مصالحة. عمل كده مين؟ المسيح على الصليب، حينما علق على الصليب وحينما فتح يديه لكي يأخذ العالم، يأخذ البشرية كلها فيه، من يقبل طبعا أكيد. من يقبل. نقول تاني، من يقبل. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا. هل أنت في خصام مع الله اليوم؟ الله يمد يده إليك، اقبل ما عملت لأجلك على الصليب. إن كنت عملت خطايا، إن كنت عوقت المستقيم، إن كنت، فاليوم الله ينادي للجميع بالتوبة لنرجع في المصالحة، فيضع الرب يسوع المسيح يده علينا ويقول لنا مغفورة لك خطاياك. مرسي جدا جدا يا دكتور، نورتنا. اشكرك حضرتك على المجهود الرائع اللي بتبذله عشان تحاول تجاوب على أسئلة المشاهدين والمتابعين للبرنامج. مرسي جدا يا دكتور. متشكر خالص. مشاهدينا طبعا في نهاية الحلقة بشكركم النهاردة من أجل متابعتكم لينا النهاردة، بشكركم كمان من أجل صلواتكم، من أجل البرنامج، من أجل الأسئلة اللي بتوصل لنا تملي على إيميل البرنامج وعلى صفحتنا إحنا الشخصية، وعلى تشجيعاتكم ودعمكم لينا بالصلاة وتشجيع بالكلام الرائع جدا جدا. طبعا لو قلت أسامي كتير جدا جدا مش هخلص النهاردة، لكن حقيقي أنا بشكركم جميعا جدا جدا على صلواتكم من أجل البرنامج وتشجيعاتكم ومتابعتكم للبرنامج واهتمامكم أن أنتوا تعرفوا الأسئلة اللي بتدور في ذهنكم توصلوا لإجابات. وبشكركم كمان من أجل كل سؤال صدقوني بيوصل إحنا بندرسه وبنحاول نجاوب عليه في سلسلة الحلقات اللي إحنا عملناها. وزي ما حضراتكم شفتم إن إحنا وقفنا موضوع الأساطير وبدأنا نتكلم زي ما حضراتكم طلبتم عن نظرية التطور ونشأة الكون والكائنات الحية، وطبعا كل ده من أسئلتكم اللي أنتوا بتبعتوها. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة، لكن لسه طبعا معاكم ومع دكتور جوزيف مكملين حلقاتنا الرائعة الشيقة الممتعة والمختلفة من مفاتيح الكتاب. استنونا في حلقة جديدة. سلام، الرب يكون معكم. سلام.